السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي متابعين قناه فيوتشر كوين وقناه بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا اصدقائي، راح اتكلم فيه عن عمله تيرا لونا. فاصدقائي، احد المنصات حاليا راح تحاول تحرم من عمله تيرا لونا. اخبار ممتازه جدا اصدقائي، لكن ما راح تحرم بهاي الكميات الكبيره. هلا راح نعرف ليش اصدقائي بهذا الفيديو. خليكم معنا لنهاية، وندعوك تشوف الفيديو الاول والثاني والثالث الخاص بعمله الميتافيرس. باقي 4 أيام فقط لانتهاء الكتاب. بالفيديو الاول شرحت عن مشروع العمله، والفيديو الثاني شرحت عن المنصات اللي هتنزل عليه العمله، والفيديو الثالث شرحت عن كيفيه شراء العمله. طبعا راح اترك لك رابط قناه التليجرام، وراح اترك لك رابط شراء العمله اسفل الفيديو. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، بالساعات الماضيه صرحت منصه MEXC تمام عن بدء الحرق في عمله تيرا لونا. طبعا انشاوا تصويت، انشاوا استطلاع الاراء المستخدمين المنصه طبعا عن حرق عمله تيرا لونا. طبعا 98% من الاصوات وافقوا على حرق من عمله تيرا لونا. طبعا كيفيه الحرق كيف راح تكون؟ هتكون عن طريق رسوم التداول الخاصه بعمله تيرا لونا. يعني اي شخص بيتداول بياخذوا منه رسوم التداول. طبعا كل نهايه اسبوع بترسل القطع الى محفظه الحرق. شو هي محفظه الحرق اصدقائي؟ اللي راح تروح على عمله تيرا لونا. اذا بنضغط على الرابط اصدقائي تنقلنا على المحفظه التاليه، المحفظه اللي تم الكشف عنها من قبل دو كوان مؤسس عمله تيرا لونا. وقت احد الاشخاص سالوا عن المحفظه الخاصه بالحرق طبعا، وقدم المحفظه، لكن بعدين صرح وقال انه مجهودك الشخصي ما غير كافي لارسال عمليات حرق او لاتمام عمليات الحرق. لكن حاليا دخلت احد منصات اصدقائي، لكن الرسوم راح تكون قليله نوعا ما، والعدد القطع راح تكون قليله. طبعا الحرق ما بمعنى الاتلاف اصدقائي بهاي النقطه او بهاي الاوقات، لان الحرق فقط بيكون من اصحاب العمله. الحرق وقت يكون من اشخاص او الحرق بيكون من المنصات بيرسل القطع الى محافظ بارده او محافظ غير صالحة للاستخدام مرة أخرى. يعني القطع بتروح على المحفظة، القطع ما بقى بيتم التداول فيهم. ما بينقصوا من الكوين ماركت كاب أصدقائي، يعني إذا بدخل على الكوين ماركت كاب وبدخل على عملة تونا ما بينقص شيء من التوتال سبلاي، لا، بس القطع بتروح لمحفظة غير صالح للتداول مرة أخرى. طبعا أصدقائي، ترتيب منصة MEXC ترتيبها 20 عالميا، والفوليوم تبعينا يوميا مرتفع تقريبا 1 مليار دولار يومي. لكن اصدقائي، فعمليه الحرق اللي حتكون على عمله تيرا لونا ممكن يرفع من سعر عمله تيرا لونا. اصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتنضم لنا على قناتنا على تليجرام. اترك لك الرابط اسفل الفيديو. مع السلامه ودمتم بخير.